السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في قناتكم قناة مطبخ الأصيل. رانا عودنا ولينا للطلبيات. كانت عندي طلبية تاع حلوة الطابلة، قولا ما على باليش كيفاش تقولوا لها نتوما هذه الحلوة اللي قدموها في الأعراس مع القهوة. كما راكم تشوفوا هنايا درت 100 علبة، وفي كل علبة كاين 6 أنواع من الحلوة. راح نحطها لكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله بكل تفاصيل. وفي كل علبة درت 10 حبات من الحلوى. هذه هما الأنواع. النوع الأول هذا صب الرشاش، كنت درته في مولد زيريات وزينته بهذه الطريقة. وهذا تشارك مسكر. تشارك العريان. صاب لي الريشة، هنايا كنت درتو بالشوكولا السوداء وزينتو بالريشة، كنت لمحتها بملمع الذهبي. هذه الجلجلانية معسلة درتها في مول السيليكون تاع القلوب. وهذا صابلي بكريمة الزبدة، سبق وحطيته في القناة، هو صابلي بدون بيض وبدون خمارة، فقط بدلت له الشكل تاعو. هذو كامل درتهم في علب من هذا النوع، ان شاء الله تستفادوا. هكذا اللي يكون عندها مناسبة تدي فكرة. ما تنسونيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. سلام.